Renato Barazzera, che è la is dola, che è la is dola, الجزائر. ولكن إذا كان جاي على أساس إنه يعاود يرجع لنا التاريخ تاع الاستعمار الفرنسي، أنا ضد هذا. ولكن لازم يعترف بالجرائم الاستعمار الفرنسي. هي زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، هي الجزائر وفرنسا عندهم علاقات دولية، وبالنسبة للشيء اللي يهمنا نحن أنها فرنسا تعترف بالجرائم اللي اتخذتها في حق الشعب الجزائري، وهذا الشيء يهمنا بزاف. خلاص الشيء اللي كنت تهضروا عليه ماكرون، هضروا للجزائر. الله يسلمك. زيارة ماكرون جا الجزائر يعني باش يروح ياخذ قسط من الراحة في زوج سوايع في مقهى اللي يعيطوا له الميل الكبار في هنا في الجزائر العاصمة. دوك هاد زوج سوايع يعني تاع ماكرون في مقهى لا أساس لها، يعني غير ولا كانت في زيارة قلنا تاع مجاملة فقط، يعني حاجة واحدة أخرى، يعني في حاجة تاع ملموس. الملموس كما طرفت قلت لي السؤال، يعترف بالجرائم الحربيه تاع فرنسا في الجزائر؟ يعني معترف بها واعترف بها، الملموس هل فيها تعويضات للجزائر؟ الجزائر عليها أن يعني تكون أقرب من مصالحها مما سبق في كل علاقاتها بفرنسا، لأننا نهمل كثير من مصالحنا ونتودد أكثر لفرنسا يعني نسهر على مصالح فرنسا، وكان من المفروض على الجزائريين أن يبحثوا عن علاقات أخرى أكثر أهمية وأكثر ثراء للجزائر، مثل العلاقة مع ألمانيا مثلا التي هي تعتبر أقوى قوة في أوروبا أو الاقتصاد الأول في أوروبا، لكننا مرهونين بحكم علاقاتنا بفرنسا ربما لأسباب تاريخية وأيضا لأسباب ثقافية. Oh, I got all right.